السلام عليكم. اليوم نحب نعلق على خطاب السيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اللي ألقاه يوم 4 جوان بالقاهرة. ونحب قبل ما نتعرض للخطاب من 4 جوان 2009 نحب نرجع بكم 20 سنة يوم بيوم إلى يوم 4 جوان 89 ونهارتها جراو 3 أحداث في العالم غيرت وجه العالم، ولو أن الناس يقولوا أن وجه العالم تغير من يوم أحداث سبتمبر 2001. الأربع أحداث هذوما نهار 4 جوان 89 أول رئيس في البلدان الاشتراكية الشيوعية يكون ينتخب ديمقراطيا من شعب وهو سيد لاش باليسي. يوم 4 جوان 89 أحداث تيان أمان وآثارها، والقادة الصينيين قرروا وقتها باش يحلوا الاقتصاد ويسرعوا في تحرير الاقتصاد، وهذا ما جعل معطاء قيمة الصين الشعبية اليوم ميزانها في العالم والتأثيرات الكبيرة اللي جرات في القارة في قارة آسيا كاملة. والحدث الثالث وهو موت الخميني وخلف نظام يدعى بجمهورية إسلامية ظهرت كاذبة بالانتخابات الأخيرة اللي جراو في إيران. والثلاث أحداث هذوما لما تحلوهم عندهم ميزان كبير في العالم. ومن واحنا بالنسبة للمسلمين من عادة هذه الجمهورية الإسلامية اللي جرات وجرات تصعيد كبير وتوتر بين العلاقات بين الأمة الإسلامية وأمريكا، زادت فحلت بتهافة صدام حسين عن احتلال الكويت، وزادت فحلت أكثر وأكثرين وقت الإدارة الأمريكية والرئيس السابق الأمريكي قرر احتلال العراق وما جرى عليه هذا من سنة 2003 يوم 20 مارس. وعشرين سنة من بعد يجي السي أوباما ويخطب ويريد وأراد أن يكون خطاب المصالحة مع الأمة الإسلامية، ونحب نشكر على البذرة هذه ونشكر على جفرة الناس الملاحظين السياسيين كل كانوا يتوقعوا وأنه بشقيق في أندونيسيا أكبر دولة مسلمة في عقارة 200 مليون وزيد زيادة هو قرأ فيها وتراعى فيها وعاد فيها وقت من فترة الطفولة بتاعه. ولكن سيد باراك أوباما فهم كما قال الجنرال سبيني في أحد الحديث بتاعه القريفة في صحيفة إسرائيلية، وأن العالم العربي هو البوصلة، هو ليفيور سيليزيفيور بتاع العالم الإسلامي، واختياره للقاهرة لدولة عربية ليلقي الخطاب أحييه. ولو أني كنت نتمنى وأن يكون الخطاب هذا في تونس في بلد متنفس متحرر مش تحت الإخشبي هذا اللي يحكم فينا، وأن تونس بطبعها هي همزة الوصل بين الحضارات من أول الدنيا. ولكن ما لي إلا أن أحيي هذه البادرة وأحيي زد فيها من حي فيها، وأنه اختار جامعة بعد على مسالك الدبلوماسية مش في قصر مش في غذاء رسمي، وتوجه إلى العرب إلى الثلاثة المصريين الجامعين المصريين من خلالهم إلى الشباب العربي. وحي زاد في هذه الخطاب هذايا التوانسة ما سمعناش بها احنا وحتى الدول العربية ما قالوهاش، وأنه الإدارة الأمريكية استدعت المحامي الأستاذ نور أكبر معارض في مصر ورغم معناتها وأنه مش مرغوب فيه. وبهذا الخطاب برهن السيد باراك أوباما وأنه مشى أكثر من نجم يمشي كرئيس للجمهورية الأمريكية للولايات المتحدة، لأنه لما يكون رئيس الولايات المتحدة فما الواقعية السياسية اللي تفرض نفسها عليه وهي الريال بوليتيك، ما يعبر عنها بريال بوليتيك. وأحسن دليل على ذلك هو الكلام اللي قاله في كتابه الأخير لوداس ديسبيري. إيش يقول على مش تعرف لما تقول الناس اختار مصر، يتكلم على الكومباني دو بيبيسيتي نيجاتيف في أمريكا كيفاش يطعنوا فيه، وتعرف وقت الواحد يترشح في أمريكا ما يخلوه فيه من فوق لما اللوطة ما عندها بشي بشي حتموه. عادش يقول وأنه من الزتاك هذو ما نسوا من مشاعر وش يقول بشي جيبوك نيلسون مانديلا سي زاتاك بيرسونيل جيبوك نيلسون مانديلا الكسندر سيليستين و كلكو مالورو ديتينو دون اون بريزون شينواز و ايجيبسيان افري دير سو فير انجوري سو لي با سي غاف. معناتها هذا يدل
وانه مش في بخاطر يحب يصافح مبارك ولا نهارك باش يصافح بن علي ولا قادر من قادة العرب. هو نجم كان نجم يزيد على بريزون ايجيبسيان بريزون بريزون تونيزيان وجميع الدول العربية. ولكن فما واقع سياسي يفرض نفسه عليه، وانا حبيت نحييه في الخطاب هذايا، وحبيت نقول له ان العرب وخاصة احنا في تونس، وهذا من ما ننكوهش، كثر كره ضد امريكا لانه شيء قاعد يتراكم. اولا امريكا مكروهه في العالم الكل، خلي العالم العربي لانها نمر واحد، وواحد يقرا في قسم مع واحد ديما يجيب نمر واحد. صح عليكم بابا ايه تحسب هذه على مسؤوليتكم وهذيك هي الدنيا. ثاني حاجه وهو الدعم لاسرائيل، الدعم لاسرائيل اللامشروط، وارجو ان الاداره بتاعك باش ترجع وترجح الكفه وتقوم وسيط نزيه بين الفلسطينيين والاسرائيليين لحل معضلة الشرق الأوسط اللي عندها 60 سنة، وإن شاء الله في عهد الرئاسة بتاعك الأول وما يكونش حتى ثاني، وأن نخرج بدولة فلسطينية تتعايش في سلم مع إسرائيل مع كل الضمانات الأمنية للطرفين. وكتونسيين الشيء الثالث وهو أنه نحس بأمريكا منذ 20 سنة كأنها تدعم دعما لا مشروط الدكتاتور الحالي، وصبح كره لدى المواطن التونسي العادي، وأنه يرى أمريكا هي الإنسان اللي يعطي المطران بن علي بشغل. وأتمنى وأنه في الرئاسة متاعك، في وقت الرئاسة متاعك، وأنك توضح الرؤية وتاخذ مواقف صارمة ضد ما يصير في تونس من مصائب ومن دوس الدستور وللحقوق وللحريات العامة. وتونس هي أول بلد عربي أقولها لكم، ونقول لتونس ما تفاجعوش ونكلم الإدارة الأمريكية أو نجم نكلمها، السفارة بتاعهم هذيك خدمتهم، ما عندهم سفارة كيف نحن، معناتها هيئة دبلوماسية طلعت ينساها بالفليشات والمعسل يسمعوا ويحلوا. وأقول لكم وأن أول دولة تستحق الديمقراطية ويبدو بها الديمقراطية في العالم العربي هي تونس. وعندنا مثل يعني يقول ما تدخل البيوت إلا من أبوابها، والإدارة التي سبقتكم أرادت دخولها من خلفها من العراق. بوابة العالم العربي، البوابة الفكرية للعالم العربي هي تونس. وتونس هي أول بلد بزعامة الرئيس الحبيب مريب الراحل أعطت حقوق للمرأة، عممت التعليم، شعب مثقف متفتح 3000 سنة من تاريخ بلاد متفتحة، لكن حكمها إنسان وحشي لا قيمة أخلاقية له ولا إنسانية. وما أكثرش من التقارير نتاع الوزارة الخارجية السنوية، الوزارة الخارجية الأمريكية السنوية حول حقوق الإنسان، وأنتم أغنى من أني أذكرها لكم. وأتمنى وأن نبعاتكم الشعب التونسي بإشارات نريدها ونلح عليكم أن تقوموا بها، ليفهم الشعب التونسي وأنكم كما قلت في الكتاب بتاعك وأنك من جانب المضطهدين. ولكن هذا ماهوش منا احنا ضعف نقوله لك، لكن كمبدأ ونحن نرفض أن نكون عبيد لشخص ولعائلته، ونتمنى أن نرجع علاقات المواطن التونسي يرى فيها مزايا العلاقات الحميمة بين تونس وأمريكا اللي بدأت من وقت الاستعمار. وأول من ساندنا ضد الاستعمار الفرنسي كانت أمريكا، وإن شاء الله بالخطاب بتاعك لمصر وبإشارات أخرى يعني تكون موجهة إلى النظام التونسي، الشعب التونسي يفهم هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.